الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. هذه السورة افتتحت أيضا بالحروف المقطعة، ومعنى الحروف المقطعة التي يذكر الله فيها اسم الحرف، لأن كل شيء له اسم وله مسمى. فالألف مثلا اسمها ألف لكن مسماها آ أو إي أو أو، والباء اسم مسماه باء أو بي أو حسب ما تشكل. إذن في فرق بين الاسم وبين المسمى. الاسم لا ينطق به إلا المتعلم، يعني الأم ما يعرفش الألف والب والت والس، إنما ينطق بها ولا ما ينطقش. والأكلت بيقول الهمزة في أمان الله، والكاف وكل حاجة. إذا ينطق الأمي مسمى الحرف، إنما اسمه ما يعرفوش. بدليل إن إحنا لما بنيجي نعلم الأولاد يقول لك على كده يقولوا اشتهى الجاهي. طب كتب دي يعني إيه؟ يقول لك كاف تاء باء، بيجيب أساميها بقى. إذن فيه فرق بين المسمى ينطق به الأمي والمتعلم، ولكن الاسم لا ينطق به إلا المتعلم. رسول الله أمي، فما الذي أفهمه أن حاء اسمها حاء وميم اسمها هي اسمها يومها ما، بدليل أنك في أول البقرة تقرأ قول الله ألف لام ميم، وتقرأ في أول النشرة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هذه ألف وتل ولام وميم، وهذه ألف ولام وميم، فلماذا قرأتها أولا ألف لام ميم وقرأتها في الثاني ألم نشرح لك صدرك؟ أنت في الثاني قرأت المسمى، ولكن في الأولى قرأت الاسم. والاسم لا يعرفه إلا المتعلم، ومحمد أمي، فكيف علم هذه المسألة؟ هذه واحد. شيء آخر أن الحروف المقطعة خدت نصف حروف الهجاء. حروف الهجاء 28، حروف المقطعة خدت منها 14، وال 14 موزعة توزيع تتعجب إزاي في ده. إزاي؟ مثلا في الأولى من أول الألف ما وجدش منها إلا الإيه؟ الألف والحاء، والباقي ما جاش منها. وفي الآخر تسعة جي منها سبعة ولا جاش اثنين، بقى الأولى السبعة الأولى جي فيها إيه؟ تسعة. إيه؟ تسعة. تسعة الأولى جي منها اثنين في حروف المقطع، الألف والحاء. وفي التسعة الأخيرة لم يجي جاء منها كام؟ سبعة. سبعة وترك اثنين، يبقى هنا جه اثنين وترك سبعة، وهنا جه سبعة وترك اثنين. لازم تكون مسألة بقى، ما وإلا لو كانت رتبة كده كان زي ما جاب هنا يجيب هنا. طب والعشرة الوسطانيين؟ قال لك العجيبة أنه أخذ إيه؟ خد اللي مش منقوط وساب المنقوط، مش كده؟ خد السين وساب الشين، خلاص؟ وخد الصاد وساب الضاد، وخد الطاء وساب الظاء، وخد العين وساب ايه؟ الغين. الله، مسألة. يبقى مسألة يعني مدروسة بحكمة، زي سنين المفتاح اللي بتعمله كده. واحد يعمل سن في المفتاح كده، واحد يعمل سن في المفتاح كده، لما يجي يفتح يفتح بالسن، ما ينفعش من غير سنان. يبقى اذا دي معنى الخلاف ده ومعمول بكده، دي يبقى دليل على انها مقصودية. ومرة يجيب حرف واحد نون قاف صاد، ومرة يجيب حرفين حامي وطاسين، ومرة يجيب ثلاثة ألف لام ميم، ومرة يجيب أربعة ألف لام ميم إيه؟ راء ألف لام ميم إيه؟ سأل الله. يجيب خمسة حاميم عين سين قاف كاف هاء عين صاد. الله، إذا مسألة مش لازم تكون مدروسة، ولازم لها مقصد. ومقصود يضع الله فيه حد الخلاف بين الحروف المقطعة وبين بيت الكلام. ازاي؟ الحروف المقطعة بتنطقها أسماء، ولازم تقف فيه، ما تقولش ألف لام ميم
لازم تقول ألف وتسكت ولام وتسكت وميم وتسكت، مع أن القرآن مبني على الوصل. فلماذا جاءت الحروف المقطعة مبنية على الوقف والباقي القرآن مبني على الايه؟ على الوصل. آيات القرآن لما تيجي تقول ايه مدهامتان، انت بتقف كده، انما هل هي كده مكتوب مدهامتان كده؟ اي آلاء موصولة حتى اخر آيات في القرآن، من الجنة والناس سكون ولا من الجنة والناس بسم الله الله. يبقى حتى شوف الناس ما صلتها بمين؟ باسم الله. يبقى اذا القرآن مبني على الوصل ولكن الحروف المقطعة مبنية على الايه؟ على الوقف. ولذلك يقول الرسول لا اقول الف لا ميم حرف وانما الف، ولا اقول واللام حرف والميم حرف. يبقى دي لها قدرة عجيبة. القدرة العجيبة دي اللي اقول بقى بتشتغل فيها قوي. يقول لك مثلا، يقول لك يا اخي القرآن جاء معجزة اسلوبية بلاغية، وأمة العرب مشهورة بالفصاحة، لكن ربنا بيقول لهم الفصاحة مش جاية في إنني جبت مادة تانية، لا هي الكلمات بتاعتكم في اللغة والحروف بتاعتكم هي. إما الناس قالوا ليه ما حدش يقدر يعمله؟ قال لأن أنا المتكلم. فإذا بيجيب الحروف، يبقى علشان يثبت أن بلاغة القرآن وإعجازه لم تأتي بجديد في الحروف ولم تأتي بجديد في الكلمات، بل هي الكلمات التي تدور على ألسنتكم والحروف التي تتكون من الكلمات. إنما ليه عجزت عنه؟ لأن الله هو الذي صاغها وهو الذي تكلم بها. أدي الفرق بين الاثنين. وأيضا بقى المعنى اللي هو يجب أن يسود في هذا كله، الحق سبحانه وتعالى في حاجة اسمها عقائد، وفي حاجة اسمها أحكام صدرت ممن اعتقدته وأمنت به، وقرآن يدل على ذلك. يبقى كم حاجة؟ ثلاثة. عقائد، الإيمان بالوجود الأعلى وواجب الوجود، وإن له صفات الكمال المطلقة، أول وآخر وظاهر وباطن، أو كل دي. ليه؟ لأن دي يقام عليها الدليل العقلي. من اللي عمل الكون ده وده؟ وقعد خلق الهندسة الكبيرة دي وعمل الشمس اللي ما تتغيرش، وأهو لازم نؤمن بأن في حد عمل. يبقى العقل يجي بالعقيدة دي. لكن هل هي دي من العقائد؟ ده يقوم عليها الدليل العقلي؟ قال لك لا، وفي حاجه تانية السمعيات بقى. يقول لك في الجنه كذا وفي الجنه كذا والعذاب القبر كذا ودي كذا، السمعيات ما عليهاش دليل، انما محميه في ايه؟ محميه في الدليل، لها دليل عقلي. لها دليل عقلي. يبقى العقائد فيها امور معقوله تفهم وامور مسموعه تقف عند سماعها، بس مالكش دعوه بها خالص. كذلك الاحكام بيحكم بالصلاة، يقول لك إدامة الولاء لله والروح له كده مش عارف، والزكاة عشان الاستطراق الاقتصادي في الناس ومش عارف ايه، الله والحج الروح بيت ربنا، الله دي حاجات عقلية ممكن تفهمها. طب والصلاة خمس مرات ليه؟ ودي اتنين ليه؟ ودي ثلاثة ليه؟ ودي أربعة ليه؟ أمر سمعي مالناش دعوة بيه بقى. يبقى العقائد فيها أمر غيبي وأمر ايه؟ سمعي. العقل الغيبي نبحث فيه بعقلنا نلاقيه بالدليل، إنما السمع ناخده بس كده أهو. الله الاحكام ناخده كده زي ما قلنا، هي اثنين الصبح، ثلاثه المغرب، اربعه الظهر والعصر والايه والعشاء. طيب بتقرا في دي وتجهر، ودي تقرا فيها مش عارف ايه، ودي تقول سبحان الله، سمعيه بقى مالناش دعوه بها دي. يبقى برضو الاحكام فيها امر معقول ويفهم وفيها امر ايه؟ بس سمعي ويسمع، لان الامر السمع اللي عقلك يقف فيه هو دليل ايمانك بالله، وإلا الأمر العقل ده ما كل واحد إيه يصدقه. إحنا قلنا زمان لما يجي عندك خادم وتقول له وأنت خايف لو خاوي الفلوس منك بليل، تقوم تيجي في أي حتة كده تحط الفلوس، ما تحطهاش في الخزنة ولا بتاع، فحفرت حتة في الكمين وحطيت فيها فلوسك، وبعدين جه أول الشهر وعادوا يتبسط، يا ولد روح عين الحجر ده، يقول لك ما أقدرش إنه يجي فينا الوهان هتقيل علي، يقول له يا ابني إيه ده بتاع فيه الكيس اللي هتاخد منه مرتبك عشان تروح، يروح يشيله ولا ما يشيلوش؟ يبقى الامر الحسي ده ما فيش فيه خلاف، انما واحد تاني تقول له شيل الحجر من غير ما تقول له العله، حاضر روح يشيل الحجر. يبقى تقول لي مؤمن بك بقى، اللي
خد السمع ولا الحس دي بعقلك. كذلك العقائد فيها هذا والاحكام فيها هذا والكلام المؤدي للعقائد اللي هو القران فيه هذا. فكلام قراني تفهم معناه وحروف لا تفهم معناها الا بان الله قال. ولذلك يقولون الله اعلم بمراده. حامل تنزيل من الرحمن الرحيم. انا بقول ان حامل دي ربنا بيقول عليها هي ده تنزيل من الرحمن الرحيم. اوعى تنزيل من الرحمن الرحيم اوعى تقول معناها ايه. حامل ده ايه تنزيل من الرحمن الرحيم، بدليل انه هيجي على القران كلام الثاني الواضح يقول لك كتاب فصلت اياته. يبقى جاب الاثنين، جاب الامر الغيبي اللي نقف عنده حاميم. ايه حاميم دي؟ اوعى تقول حاميم دي ايه يا اخوي. تنزيل من الرحمن الرحيم بيختبر في ايمانك بالغيب. طب وبعدين كتاب فصلت اياته دي اللي مفهوم للي بينعرف واللي بينقل والى اخره. يبقى ربنا جاب الايه؟ جاب الاثنين. حال قوي كلمه تنزيل المادة كلها نزول، والنزول إما من مكان عالي إلى مكان أقل أو النزول من مكان عليا إلى مكان أقل. كل الشقاقات في القرآن تنزيل من العزيز الرحيم، تنزيل من الرحمن الإيه؟ تنزيل. طب نزل به الروح الأمين برضه نزل مش كده؟ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، يعني القرآن أنزلناه تنزل الملائكة كلها إيه مادة إيه؟ التنزيل. ليه؟ عشان ساعة ما تسمع كلمة التنزيل تقوم تلتفت التفاتة تانية أنه من أعلى منك. حتى ولو كانت مكانته عندك تحت رجليك. طب ما هو قال على القرآن تنزيل من العلو أهو. خلاص؟ من أعلى منك. لكن قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. طب ده أنزل حديث في الأرض. يبقى أنزلنا يعني إيه؟ المنير الى جهه الوهم من الله نازل به. ولذلك انزلنا الحديث في باس شديد ومنافع للايه؟ يبقى كلمه تنزيل وكلمه انزل وكلمه نزل ومنزل وانزل كل دي تدل على ايه؟ على علو الشيء المنزل. من مين؟ من الله الاعلى الخالق الاعلى. فاجب ان تتلقاه بايه؟ بالقبول كده والتسليم المطلق. فما تبحث بقى في الاشياء اللي واضحه المعنى واللي مش واضحه خدها لانها من مين. ولذلك احنا قلنا ابو بكر الصديق لما قالوا له صاحبك بيقول انه صعد انه راح بيت المقدس وصعد للسماء مثل ما نخش المساله. قال ان كان قال فقد صدق. بس يبقى ما بحس بالعقل. نقول له لكن بقى الحكايه فيها امور عقليه برضه. ازاي؟ قال لان في اسراء ومعراج. طب الاسراء ايه ارضيه وبيت المقدس هم عارفينه وعارفين المسافه له قد ايه ويقدروا يوصفوه. انما السماء من شافه؟ فجعل تصديق محمد فيما يعلمون في الارض وسيله لتصديقه لما يعلم لا يعلمون في السماء. يبقى دي بتخدم دي. تنزيل من الرحمن. تنزيل لانه لما يقول لك نزل عليك اوعى تفهم انها تكاليف تبقى مشقه، لانه مكلفك رحمن واسع الرحمه بيشمل حتى المؤمن الكافر ورحيم دائم الرحمه لانها بتنسحب الى الاخره كمان. فان كان فيه تكليف يشق عليك فلا تفهم انه من قاسم، انما هو من رحمن ورحيم. رحمن بك لانه يدلك على ما يسعد دنياك ويسعد اخراك. يبقى رحمن ورحيم. يبقى تاخذ التكليف على انه من مين؟ من رحمن ومن رحيم. والدليل على ذلك أن الحق سبحانه وتعالى حين يكلفنا في كتابه بأمور قد تصعب على النفس العادية لا يستفيد من هذا التكليف. اكفر ائمن صلي ما تصليش بصفة القدرة موجود وإن لم تصلي، بصفة القدرة موجود وإن لم تأت وإن لم تؤمن. يبقى العملية بتاعتك ما لهاش علاقة بها، العملية لصالحك أنت. العملية زي ما تقول الولد ايه؟ اه جدع وذاكر وده عشان هجيب لك عجلة، هجيب لك ساعة. مش هستفيد هو ده هيدي. يعني بالاجتهاد حياتي. ادي الرحمن الايه؟ الرحيم. وبعدين يقول فيه كتاب وفصلت آياته قرآنا. الله.
كلمة كتاب وقرآن دي الاثنينهم كتاب، لأن الكتابة معناها كلها الجمع، والكتيبة جمع الجنود، وكتب جمع الكلمات إلى بعضها كده. يبقى كتاب يعني إيه؟ مجتمع فيه أشياء. طب ما هو المجتمع فيه؟ كل خير لصالح الدنيا والآخرة كتاب جامع، وأنه مكتوب مسجل تقراه بلسانك وتقول بلسانك وتقراه بعينك. ولذلك لما حد يجمع القرآن الجامع للقرآن وضع مبدأ لا يكتب آية إلا إذا وجدها مكتوبة على اللخاف على العظام على أي حاجة، ويشهد بها اثنين قراء. أدي يبقى كتاب وأدي إيه؟ قرآن. قال لك يبقى قرآن يقرأ بالسطور، وكتاب كتاب يقرأ في السطور، وقرآن يقرأ في الإيه؟ الحق سبحانه وتعالى أراد بذلك كما قال مرحوم الشيخ محمد عبد الله دراز أن تذكر إحداهما الأخرى، يعني اللي هي مكتوبة اللي هي إيه؟ مقروء، حافظين الناس يا بيادي يعني. والدليل على ذلك أن آية في القرآن جامع القرآن لما حب يقولها لقاها مكتوبة وطلب عليها شاهدات، أما وجدش إلا واحد ما حبش يكتبها، لأن الأصل من أن يكون شاهدين موجودين، ولكن واحدا قال له ألا تذكر أن رسول الله قال من شهد له إيه؟ خزيمة فحسبه. وسيمة هي اللي عنده دي، يبقى ما دام النبي قال شهادته يبقى باثنين، يبقى اكتبها. ايه القصه؟ قال لك النبي كان مستدين من اليهود فلوس واداها له، بينه وبينه كده هو ماشي قال له تعالى يا شيخ فلوسك هياخد، محدش شافه. فجيه تاني يطالبه قال له يا شيخ اديتك، قال له لا يا ابا القاسم، قال له اديتك، قال له بجيله شاهده. فقام واحد كده من الصحابه قال انا يا رسول الله شهدت الموقعه. الراجل منه كداب ساعه ما يمكن كان قاعد بقى ولا حاجه، راح ساكت وانتبه ملوش رجلين. بعد ما انتهت المساله استدعى رسول الله الصحابي قال له يا شيخ ده انا ما كانش حد موجود وانت ازاي شهدت انك كنت موجود؟ قال له يا رسول الله اصدقك في خبر السماء واكذبك في كذا درهم. نعم الاستنباط، نعمة الاستنباط، هذه معنى كتابه وقرآن. طب فصلت آياته، بيقولوا فصلت دي يسميها مبنية للمجهول أو مبنية لما لم يسمى فاعله، في فرق بين ضرب فلان وضرب فلان، بعد ما كان هو الضارب إيه؟ بقى هو الإيه؟ فصلت. من فصلها؟ بس من عنده فصلها ففصلت هي ثم بلغت للناس لتفصل لهم، فهي من الاساس ايه؟ فصلها الله فصارت مفصله، مش كده؟ ولما بلغها للناس صارت مفصله لهم الامور ولا لا؟ اذا فهي مفصله لان فصلها الله ثم قرات على الناس ففصلت لهم الاحكام. كتاب فصلت اياته. طب فصلت اياته ازاي؟ هم قال لك ايوه يا اخي، صور لوحده، ايات لوحده، وبعدين يجيب لك كلمه واحده ويعملها ايه دامتان ايه. الله، يبقى فيه تفصيل للصور وتفصيل لمين؟ للايات، وتفصيل للكلمات كمان. هم قال لك ده من حيث مادته. وفي ايه تاني؟ قال لك الم يفصل بين الحلال والحرام؟ كويس. ألم يفصل بين الطاعة والمعصية؟ ألم يفصل بين الوعد والوعيد؟ ألم يفصل بين الثواب والعقاب؟ ألم يفصل فصلا نهائيا بين كل حق وباطل؟ يبقى فصلت. أو فصلت فيه كل آيات الكون إلى أن تقوم الساعة. ولذلك قالوا إن رسول الله خطب لنا خطبة ما ترك ورقة تسقط ولا بشيء إلا إيه؟ إلا حدثها معناها إلى أن تقوم الساعة، فهمها من فهمها ونسيها من إيه؟ من نسيها. يبقى ما فرطنا في الكتاب من شيء. معنى ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني أن الأمور التي تحدث في الكون موجودة عندكم في الإيه؟ في القرآن. ولذلك لما سئلنا في أحد رحلاتنا لأوروبا
من واحد مستشرق اسمه فاي، فبيقول انكم في قرآنكم بتقولوا ليظهره على الدين كله، ويريدون ان يطفئوا نور الله بافعهم والله متم نوره. والى الان بعد 14 قرن لا يزال يهود وملاحده ومشركين، ولا ظهرش الاسلام عليهم، مفهوم الاعتراض. فما كان الجواب الذي الهدى الله به لك؟ لو اتممت الان لكان فيها الجواب. ده بيقول لي يريدون ان يطفئوا نور الله بافعهم وابى الله الا ان يتم ولو كره فيه كره الكافرون وكره الايه؟ المشركون. يبقى لازم هيظهر مع ان فيه وجود ايه؟ كافر ووجود مشرك. تقول له ظهر ازاي بقى؟ أم قال لك ظهر بالحجة من اعدائه. لان في فرق بين ان تظهر الحجة من معتقده وبين ان تظهر الحجة من ايه؟ من معادن. قال له ازاي دي؟ قال له ستصل في الكون اقضية من صنع البشر لا يجدون لها حلا الا ان يرجعوا الى حكم القرآن. يبقى ظهر القرآن عليهم وعلى افكارهم وعلى علمهم وعلى حضارتهم ورجعوا اليه. كتاب فصلت اياته قرآنا عربيا. طب انت بتقول ده الدين ده جاي للناس كلها، مين عربي بقى؟ ما كنا عايزين بقى لغه للناس كلها. ما كانش طلعت لغه اسبرانتو، ما فيش. والقرآن سينزل على محمد في بيئته العربية، لأن الله يريد أن يظهر هذا الدين من أمة أمية على لسان نبي أمي حتى لا يقول أحد أن دي وصبة حضارية مش عارفين حاجة. الأمة اللي ملهاش ما فيش ليها دولة تحكمها، كل قبيلة لها رئيس، كل واحد شكته من ظهره. وبعدين تيجي توحد العالم كله، الشرق في فارس والغرب فيه الروم، وتوحد كده المسألة كده. ده ما يعرفوش الكلام ده منين جم؟ كان يجب ان يقول الامه الامويه دي جابت الكلام ده منين؟ لازم كان يفهم ان دي من ايه؟ من اعلى. لو كانوا الناس مثقفين يقول لك ده وصبه حضاريه بقى وبتاع. ولذلك حتى في الاسلام لما اراد الله ان يصرخ محمد بدين الله صرخ به في مكه. ليه؟ لان مكه فيها السياده بتاعت قريش، السيادة على الجزيرة كلها، الصناديد اللي محدش بيقدر يقف قدامهم. فصاح بأذن الدعوة في أذن السادة، ولكن لم يشأ الله أن ينصر الإسلام بالسادة، بل نصر بهناك من المدينة. ليه؟ قلنا حتى لا يظن أحد أن العصبية لمحمد هي التي خلقت الإيمان بمحمد، ولكن الإيمان بمحمد هو الذي أوجد العصبية لمحمد. عربي قال لك هم دول امه الدعوه اللي هيسمعوا منهم. وربنا ما يديهم لهذه المساله بان ما لهمش وطن. ما حدش له فله وقاعد في ريحها كده يعز عليه انه يسيبها، كل واحد بيته على ظهر الجمل، النهارده هنا النهارده هنا، عشان هيرحلوا في الدنيا كلها فما لهمش توطن. ثانيا ان ربنا يمسك بين القبائل كل يوم حرب، والحرب تطول 40 سنه. اذا فكل فتن فيها معد اعدادا حربيا، بدليل ان الرسول حينما اراد جيشا لم يصنع مدرسه حربيه، خد كده كلهم جاهزين، كلما سمع هيعه طار اليها. طيب وهم اللي هيتلقوا من النبي الدعوه وهم اللي هينشروها، يبقى لازم يكون الكلام بلسان هؤلاء. ولذلك ايه؟ هيقول انها بلسان قومه. ليه؟ لان هم اللي هيسمعوا منه الاول. وبعد ذلك طب ما العالميه الدين تبقى ايه؟ قال لك قومه يسمعون من رسول الله ويؤمنون به ثم يحملونه الى الناس، لا الفاظا ولكن منهج. والمناهج ما تختلفش فيها اللغات، تبقى كلها تروح بقى. احنا بنغلو عالم بايه؟ مش باسلوب القران اول. في ناس ما يفهم بيقروا القران ولا ما عم فهم حاجه، انما بمبادئه التي قالها. يبقى اذا العرب معدون لهذه المهمه، ما ارسل الرسول الا بلسان القوم، عشان هم اللي هيسمعوا منه وهم اللي هيكونوا جنوده وهم اللي هيعملوا الدعوه. ولازم تكون امه غير متوتره في مكان، مش مربوطه لا بفله ولا بارض ولا بتاع ولا اي حاجه، يروحوا في اي حته وراحوا في اي وراحوا في اي حته. وامه اميه ما حدش يتهمهم بانهم يقول لك ده دي وصبه حضاريه. عربيه لقوم يعلمون. ايه يعلمون؟ ايه اللي علموه؟ يعلمون أساليب العربية
ومش يعلمون أساليب العربية بس، ده يجودون فيها، عندهم أعلى الفصاحة وأعلى البلاغة، بدليل أنك لم تجد أمة في الأرض صنعت معرضا للأدب ولا للبلاغة ولا للكلام، إنما الأمم بتعمل معارض في الحاجات النافعة فيه، إنما العرب عملوا معرض للكلمة، سوق عكاظ، المربد، المجنة، زي المجاز، وبعدين يجي الحكم كده زي النبي والجبيان ويقعد وده يقول وده يقول ويحكم لده، واللي يطلع جيد قال يحطوه يعلقوه في الايه؟ في الكعبة، معنى تكلمة. يبقى إذا لقوم يعلمون العربية وينبغون فيها نبوغا بحيث نزل القرآن ويعجبوا بلسانهم، لأن الإعجاز ما يتأتاش إنك تيجي لواحد ما يعرفش حاجة وتقول له أنا أغلبك في الشيء الفلاني، يقول لك يا إخواني لو اتعلمت الحكاية دي ما كنت غلبتك. يقول له أدنت قايم في اللغة وقايم في البلاغة وعامل موازين وعامل معارض وبتاع، هات لي بقى زي القرآن. إنما لو جاب ناس ما عندهمش كانوا يقولوا لو تعلمنا هذا إيه؟ لفوقنا، إنما ما تعلمناهاش. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لا يرسل آية مع رسول لإثبات صدقه في الدعوة إلا من جنس ما نبغ فيه القوم. عيسى جه في الطب ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، ما وصلش لدي، بيحاول المريض يشفى إنما الحد يحيي الأمام، ما حصلتش. يقول يبقى من جنس نبوغ القوم. في أمة موسى ينفر كان نبوغهم في السحر والشعوذة والبتاع، فجبت لهم المعجزة من إيه؟ من هذه الإيه؟ الله. إذا الله حين يختار آية تثبت صدق رسوله في البلاغ عنه يجيبها من القوم من الإيه؟ في الشيء الذي نبغ فيه القوم ليتأتى الإعجاز. ولذلك الناس يقول لك العرب انهزموا أمام القرآن، لا، ده العرب ما انهزموش أمام، ده انتصروا أمام القرآن. ليه؟ لأن الله لا يتحدى إلا قوي، يتحدى ضعيف، فتحدي الله لهم دليل على انهم قوة التحدي فيها يجدي للقدرة. كتاب فصلت آياته قرآن عربيا لقوم يعلمون، مش جاي للقوم كده مش عارفين الحكاية، جاء بشيرا ونذيرا. اهلي اول حاجة في فصلة ده بشير وايه؟ ونذير، من حق وباطل، حلال وحرام، وعد ووعيد، ثواب وعقاب، طاعة ومعصية، أي بشير ونذير. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. أعرض أكثرهم، إيه؟ لأن القلة اللي أمنت، ممكن القلة المستضعفة، وأكثرهم هم اللي كان لهم إيه؟ سيادة، وعارفين إزاي دول يبقوا وياهم كده ويأمنوا ويبقوا مؤمنين وياهم. ولذلك لما جه سيدنا ابو بكر ولي الخلافه جه على الباب بتاعه ابو سفيان ومش عارف مين اصلا نبيذ القريش، فقعدوا لحد ما يخلص قدام الناس اللي قدامه. ابوه راح له قال له يا اخي بقى اصلا يا ساده قريش وقفهم بره كده، قال كلهم ورم انفه ان قدمت عليهم كلام فلان، ولا فما بالهم اذا قدمهم الله عليه يوم القيامه في الجنه، من هيعملوا ايه يلا؟ خلاص. فاعرض اكثرهم. وجهه الاعراض ايه؟ وجهة الإعراض أنهم فاهمون، فاهمون مطلوب الدين الجديد بقولهم لا إله إلا الله، وأنه لن تكون سيادة إلا لهذه الكلمة، ولن تكون سيطرة إلا لهذه الكلمة، وكل العباد سواء وهم ألف السيادة. إذا لم يقولوا لا إله إلا الله لأنهم عرفوا هي مطلوبها إيه، إنما لو كانوا عايزين يقولوها كلمة كده كان قالوا قالوا ما عارفين مطلوبها ايه، واقفون عند كلمتهم. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. الله، طب ما اللي ده بتقول أعرض أكثرهم معناه انهم دعوا، وما دام دعوا يبقوا سمعوا، فهم لا يسمعون، اي سماع ايه؟ سماعا نافعا وسماعا مقبولا. ومنهم من يستمع إلي حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا ماذا قال آنفا، إيه يعني؟ لا، يبقى السماع منهم. واحد ساعة ما يسمع ينهز من جبروته ويسجد للقرآن، وواحد يقول قال إيه يعني إيه اللي قاله، يبقى ما بيسمعوش سماع مين؟ سماع الاعتبار. ليه؟ لأن منافذ القلب من العقل مدببة، مدببة بالمطلوب الذي يطلبه الإيمان منهم، وهم ألف السيادة، فساعة ما يستقبلوا أي حاجة تيجي أمامهم السيادة بتاعتهم السلطة الزمنية
تمضي الطب بالله. ولذلك قلنا في عمر بن الخطاب لما انفض لما نزل الدم من اخته عمل ايه؟ اداله حمام وعطف عليه. الحمام والعطف دي زي الضباب. فاما سمع القران راح مؤمن وخلاص وانتهت المساله. فاعرب اكثرهم فهم ايه؟ فهم لا يسمعون، اي سماع ايه؟ سماع قبول وسماع اعتبار. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. يا سلام، قلوبنا في أكنة، أكنة يعني أغطية، جمع كمار كغطاء مثلا، لفظا ومعنى قد بعضها، أكنة أغطية، جمع إيه؟ كمان زي إيه؟ زي غطاء، غطاء يعني يغلفه الشيء، وما دام غلاف لا ينفذ إليه الإشراق ولا النور. قلوبنا في أكنة. طب هناك آية ثانية يا سيدي في سورة البقرة أظن، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، مش في آية كده؟ وجعلنا على قلوبهم أكنة. يبقى الأكنة مرة من جعل الله ومرة منهم هم، فأيهما أسبق؟ أجعل الله لهم أكنة الأول وبعدين غفلوا، ولا إعراضهم عن دين الله هو الذي جعل الأكنة؟ لأن لما يحملنا بيحملنا يقول لك تعالى انت اخو الفت الكفر، انا اعينك على هذا، وما دام الفت الكفر انا اختم على قلبك عشان لا الكفر يطلع ولا الايمان ينزل. لا الكفر يطلع ولا الايمان ينزل، يبقى الاول يجي منهم الايه؟ يجي منهم الكفر. ولذلك يقول ايه؟ والله لا يهدي القوم الكافرين، بدهم كيف هيهديهم له ايه؟ والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الايه؟ يبقى منهم اولا وبعد ذلك يختم الله على القلب. فالأكنة منهم أولا، وأعانهم الله وزادهم مرضا على إيه؟ على مرض. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر. الله، الأذان اللي هي محل الاستماع. كان في آية تانية في أول البقرة صم بكم، الصم هي الوقر، السد ده اللي مانع منه اللي بيسمع. طب وبوك ما بيتكلموش ازاي؟ أم قال لك لان اصل البكى بينشا على الصمم الاول، قبل ما يبقى ابكم لازم يبقى اصم. ليه؟ لان اللغه ظاهره اجتماعيه وهي بنت المحاكاه، فما تسمعه الاذن ينطق به اللسان، فاذا لم تسمع الاذن شيئا ما ينطق شيء. تجيب ولد انجليزي وتحط بيه عربية يتكلم انجليزي ولا عربي؟ مش جنس اللغة، مش جنس لغة سماع. سماع عربي فعال بيه عربية هيتكلم عربي، ودي عربي وحطه في الانجليزي يتكلم ايه؟ اذا مش جنس، ده سماع. ما تسمعه الاذن يحكيه اللسان، وما دام ما تسمعه الاذن يحكيه اللسان فالذي لا يسمع لا يستطيع ان يتكلم، وانما يسمع اصواتا مبهمة زي ما بيعمل الاخر. ما فيش كلمه اسمها. طب ده انت لما تكون بتتكلم لسانك فصيح ولا عرفتش كلمه في لغتك انت اللي بتتكلمها ما تقدرش تتكلم ده، ما تعرفهاش ما تتكلمش بيها خالص، هتجيبها منين دي؟ تقول لازم تسمع الاول الكلمه. ولذلك احنا خدنا من دي في الادله الماديه على وجود الحق الاعلى سبحانه وتعالى، نقول لهم للناس انت كيف تتكلم؟ أنا بسمع البيئة وأبويا وأمي بيتكلموا، فسمعت كلام فحكيته. إذا لا يمكن أن تنشأ لغة إلا بالسماع. طب وآبائك عملوا إيه؟ برضه سمعوا من آبائهم. وآبائك سمعوا من مين؟ من أجدادهم. اقعد راقي راقي كده لحد ما توصل لمين؟ لآدم. طب آدم تكلم إزاي؟ ما فيش قبله حد، يبقى لازم سمع، يبقى علم الله آدم الأسماء. كلام كده معنا. المنافس للخواطر التي ترد الأذان والخواطر التي تصدر اللسان، فهم نظرا لأنهم زي ربنا قال عليهم صم ما خدوش حاجة، بكم ما عندهمش حاجة يتكلموا بيها. هنا بقى بيقول المنافس إيه؟ وقالوا قلوبنا في أكنة أغطية مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر. صمم، ما جابش اللسان هنا لانه هم مش هيتكلموا في الدين. ده الكلام يا ريت يسمعوا الدين، ما هم لو سمعوا يبقوا اتكلموا، انما كل ما جابهاش دي
دليل على انهم مش هيسمعوا ومش هيتكلموا. كلام رب يا اخي، كلام رب. نعم. شبه ومن بيننا وبينك حجاب. ايه الحجاب؟ قال لك الانسان لما يكون واحد وياه له اشياء بيراه ادي عين، يسمع كلامه ادي، يشوف بشاشته ادي. انما لما يكون في بينهم اللعب حجاب امتنعت كل هذه المسائل. بس الحجاب ده ساعات تقول ايه؟ بين فلان وفلان جفوه، يبقى في حجاب بينهم ايه؟ وبعض. لكن لما تقول بين فلان وبين فلان جفوه، يعني كررت كلمه ايه؟ البين. الاول قلت بين فلان وفلان جفوه، يبقى المهم انها بينهم ايه حاجه تحكم، ان شاء الله تكون قد كده رقيقه قوي. انما لما تقول بين فلان وبين فلان جفوه، بدات من هنا وانتهت هنا، تبقى جفوه كبيره قوي. تبقى جفوه ايه؟ كبيره قوي. ومن بيننا وبينك ايه؟ حجاب. فاعمل اننا عاملون. بيقولك لما سيدنا رسول الله بقى يكلم القوم، ابو جهل بقى يجيب ثوبه ويحطه كده علشان ما يشوفش محمد، يعني بيعمل حجاب، يحوش مين؟ يحوش حتى وسيله الادراك في العلم عن محمد. استكشفوا ايه؟ ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. يا سلام. الله يعني اطمن، ما مش ممكن بيننا وبينك حجاب، وحجاب كثيف قوي قوي، لان من عندي لعندك، مش حته بس بتيجي في الوسط كده يبقى في فجوه عندك وفجوه، لا يعني سد كده. وبيننا وبينك حجاب. طب ايه النتيجه بقى؟ ما دام بيننا وبينك حجاب، كل واحد هيمشي في طريقه ولا ايه؟ لا انت هتتفق وياني ولا احنا هنتفق وياك. هي دي اللي ربنا قالها في الاخر، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما اعبد، لكم دينكم ولي دين. اهي ده ايه اللي في الحجاب اهي. كثير من الناس لما يقرا الصوره دي مثلا استطراد كده يقول لك ده الايه، ايه التكريم ده؟ يا ايها الكافرون لا اعبدوا ما تعبدون ولا انتم عابدون ولا انا عابد ما الله. تقول له يا اخي ده قطع علاقات، وقطع العلاقات له ظرف يحكمه. مش في دوله بتقطع علاقتها بدوله وبعدين الظروف تيجي تخليهم يعملوا ايه؟ وياخدوا بعض من الحرم ويرجعوا تاني ويا بعض. يبقى في فرق بين الماضي والمستقبل. دي الدبلوماسيه، ربنا ما بيعملش دبلوماسيه يا اخو. ما يجيش يوم هيغير ويبقى وياكم، ولا يجي يوم هنغير ويبقى وياكم، يبقى معناه انه قل لا ايها لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد الان، وده قطع علاقات. اوعوا تفتكروا ان العلاقات دي هتتحسن بعدين وبعدين نبقى أنا. لا، ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبدتم. الله. بقى قطعت. وما دام بيننا وبين حجاب، كل واحد بقى ايه؟ الحمله في خير والكبهه بقى، هتبقى عداوه بارزه وظاهره بقى. فاعمل اننا عاملون. اعمل يعني اعمل ما يروق لك من الهك ودينك واسلامك، واحنا هنعمل ما على قد الهتنا وعبادتنا. يعني احنا هنعمل وانت تعمل. ازاي بقى؟ قام قال لك اعمل بالهك الذي ارسلك، ونحن نعمل لالهتنا التي نعبدها. مش معناها كده يعني؟ اعمل لاخرتك ونحن نعمل لدنيانا. الله. يبقى كل واحد بقى ايه؟ يمشي في دين وعداه، وده اصرار من الرسول، اصرار ومنهم ايه؟ ومنهم معاداة، لحد ما يستقر الميسم. ويأبى الله الا ان يتم نوره. ولذلك بقى يدهرجهم كده يقول لهم يا ناس عقلهم، ابتدى الاسلام ضعيف واللي جم فيه مستضعفين وما بقوش يحموا نفسهم، ولذلك راحوا للحبشه ولا راح هنا ولا راح هنا. مش كده اللي حصل؟ وبعدين كل يوم الاسلام يقوى. الم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها؟ يعني ارض الايمان تزيد وارض الكفر. فما دام شفت المساله ماشيه كده
وده خالد بن الوليد وعمرو بن العاص قال له يا شيخ الامر استقام الميسم، الرجل ده على حق ما فيش امر ماشي، يلا نروح نسلم ونخلص، وراحوا يسلموا ايه ويخلصوا من ايه من الحكايه دي. فاعمل انما ايه اعمل انما العداوه هتفضل بينه ايه وبين بعضه، وهم بعدين يتساقطون. عقيل بن ابي جهل اللي قام المعركه ايام فتح مكه في يوم الخندمه، قال طب ما اسلم، ولما جه هناك في الغزوه يعني ومات وقتل، قال له اهذه ميتة ترضي عني رسول الله؟ في بعد اللي عمله كله. وبيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون. رد على دول يقول ايه؟ انتوا كارهيني ليه؟ ده حجاب ليه؟ ايه اللي معايير على الحجاب دي؟ ده انا عربي منكم وعارفين تاريخي، كنتوا عايزين ملك عايزين مهم يجي لكم، ده انا بشر اهو، ده من عظمه ربنا اللي ارسل ايه؟ رسولا من انفسكم وتعلمون تاريخه وتعلمون ماضيه وتعلمون سوابقه في الامانه والصدق والعفه، يبقى ما جابلكوش حاجه، دي كنتوا عايزين ملك؟ هم وبذلك ربنا يرضى عنهم، كنتوا عايزين ملك؟ لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، لانك انت مش هتشوف الملك على طبيعته، عشان تشوفه يبقى لازم يجي من جنسك. طب لما نجيبه زيك كده راجل، طب ما انت تتشكك، ولو جعلناه ملكا لجعلناه ايه رجلا، ولا لبسنا عليه ما بتبقى للايه تفضل الشبه. ثم لو كان ملك استطيع ان يكون لكم انا اسوه في العمل فاعملوا مثلي؟ نقول له انت ملك ولا احنا حضرنا برنامج زيك؟ دي ما تنفعش الاسوه حد. بيقول انا في وسطكم، انا بشر يعني منكم وعارفين لي ايه الحجاب يجي منين؟ الحجاب ده لو قال انتم ما بتشوفونيش، ولو كان جن بيكلموا، ده انا بشر وانتم بتشوفوني وعارفين تاريخ ايه وماضي. قل انما انا بشر مثلكم. شوف بقى الادب في التواضع، انا بشر مثلكم. مفيش كبرياء يعني. بس جايب حال حته واحده، يوحى الي انما الهكم اله واحد. بس. وما دام يوحى الي يبقى انا ماليش ذنب في المساله. ربنا بيقول لي اعمل كده، طب انا ايه ذنب؟ انا بشر زيكم تمام. ولذلك تيجي يقول يعدلني ربنا فيها الحكم. مين اللي يقول له الحكم عدل؟ مين اللي قال لي؟ هو نفس الرسول. ده اعدل للرسول الحكم ثم يقول انا ربنا عدل لي وقال لي لا الحكم ده ما يصحش، عفى الله عنك لما اذنت له. تبقى دليل على انه امين فيما ايه؟ فيما يبلغ. حتى اللي عنده بيقول عليه، ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. كده؟ يبقى انا بشر بس زيت حته يوحى الي. يبقى المساله مش من عندي، المساله من عند ربنا. هو جابها من هنا. ربنا برضه يرد عليه التحيه برضه. يقول له قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون. ده مجنون، ده ساحر، ده مش عارف، ده ايه، ده ايه، ده ايه، تزعل، اوعى تزعل مني. فانه لا يكذبونك، انت يا محمد صادق عندهم. وما يمكنش حد يقول عليك كده، ولكن الظالمون بآيات الله يجحدون. ده المسألة عندني مش عندك انت. وإلى لقاء